صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة حلقتنا مختلفة خالص عن الحلقات اللي قبل كده. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن فقرات متنوعة وفقرات مفيدة. ازيك يا رنا؟ صباح الخير. صباح الفل، صباح الخير على كل مشاهدين برنامج كلام الصباح. ازيك يا رنا، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه طيبه يا رنا. انت طيبه حبيبتي، بمناسبه المولد النبوي الشريف. سنه طيبه حبيبتي. وانت طيبه حبيبه قلبي. رنا، خلينا بقى نتكلم شوية عن العادات اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها من زمان في المولد النبوي. هو مش المولد بس، هو أي مناسبة عند المصريين لازم يبقى فيها زينة وما وولائم وعزائم وحلويات بقى ومأكولات. بس المولد النبوي الشريف له طابع خاص معين كده، بيبقى بقى كل الأسواق فيها الحلويات، وفيها الحلويات كده كتير وملبن وحاجات كده كتير. طبعا انا ضد الحاجات دي، بس احنا بنكلمكم على الفكره العامه يعني. ايوه، طب خلاص خلينا نحكي قصه كويسه جدا عن الفاطميين، ومتهيالي ان في ناس كتيره اول مره تسمع عنها. يعني الفاطميين، اصلا الفاطميين كانوا بيصمموا اكتر من 1000 شكل من اشكال الحلوى بتاعت المولد النبوي، وهم كمان اللي دخلوا فكره الحلوى لمصر في يوم المولد النبوي الشريف. في طبعا قصص كتيره، رنا هتقول لكم اول قصه. اول قصه معانا بتقول ان زوجه الحاكم بامر الله كانت على طول متعوده ان هي يوم المولد النبوي بتلبس فستان ابيض، وبتحط على راسها وشعر على شعرها تاج من الورد والياسمين، وهو كمان كان بياخد الحصان وبيتجوله في المدينه، لغايه ما هم فعلا الناس صمموا ليهم حصان من الحلوى وعروسه مولد. دي كانت اول قصه. تاني قصه برضو، كانوا خلفاء الدوله الفاطميه كانوا عارفين ان هو صعوبه السيطره على الشعب المصري بالسلاح وبالعنف، فكانوا بيتقربوا منهم بصناعه الحلوى وبالمشروبات وبالمأكولات، وكانوا بيعزموهم في المهرجانات على حفلات ومهرجانات. في قصه ثالثه برضو. لا بصي، هو كده حلو جدا يعني القصص دي، اظن كمان ان هي ممكن الناس تكون اول مره تسمعها. فيعني يا ريت تشاركونا بقى، يعني لو حد عارف قصه او حاجه. هو انا ضد موضوع حلاوه المولد دي، لان بيبقى فيها سكر كتير وحاجات كتير، وهي ضد الصحه طبعا. بس يعني هي بيبقى شكلها، بس احنا لازم يا رنا ناكلها، احنا خلاص اتعودنا على الموضوع ده. لا انا ما باكلهاش بصراحه. لا لازم، ازاي يعني؟ ده دي حاجه اصلا اساسيه في كل بيت مصري، لازم تلاقي علبه حلاوه المولد موجوده في البيوت. كل سنه وانت طيبه يا رنا. انت طيبه حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين. طيب دلوقتي الفيديو هيجهز معانا. تمام. دلوقتي هنسيبكم مع فيديو هو ابتهالات للشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ طه الفاشني. الفيديو هيبقى جاهز دلوقتي، نسيبكم مع الفيديو. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. بصي بقى يا رنا، بما انك انت ما بتاكليش حلاوه المولد، لازم تقول لنا بقى عن وصفه الكوكيز الصحيه علشان كلنا نعملها. طبعا انا اول واحده مش هعملها. ليه؟ طعمها جميل جدا على فكره والله. انا هروح اكل حلاوه المولد. لا انا ماليش بقى والحاجات دي كمان. طبعا. طب هو الوزن بقى والصحه اللي كنا بنتكلم عنها بقى الاسبوع اللي فات، مره يا رنا هتفرق؟ يعني لو احنا لو انا اكلت سمسميه من نفسي او حته ملبنيه، لكن مش بقى اكل بالنص كيلو والكيلو. لا وانا هاكل نص كيلو؟ لا طبعا. في ناس والله عندها شراهه انها ممكن تاكل كل ده عادي، عندها مزاج. لا سمسميه صغننه كده بس يعني. طيب النهارده هقول لكم على وصفه كوكيز الشوفان الصحي. طب رنا بيبقى طعمها حلو بقى يعني؟ جدا بجد. انا اصلا يعني انا بعشق حاجه اسمها شوفان، يعني ممكن احط عليه لبن، زبادي، شوربه كمان. طبعا انت شوربه ايه؟ شوربه. انا بحط عليه شوربه. شوربه ايه؟ شوربه لحمه فراخ. لا خليني في السمسميه. خليني في السمسميه احسن. ممكن لبن ومكسرات. لا انا في السمسميه. ده بيدي طاقه حلوه جدا. لا معلش والله مش هينفع. طيب انا اقول كوكيز الشوفان الصحي، انا هقول مقادير وبعدين هنسيبكم مع الفيديو كده. هو كوبايه من دقيق شوفان، ومستين، وتمرتين، وبيضه كامله، وكوب كمان من حبوب الشوفان، ومعلقتين كبار زيت جوز الهند بتاع الاكل مش بتاع البشره والشعر، وربع كوبايه جوز هند مبشور، وربع كوبايه من قطع الشوكولاته الخام. كل ده في محضر الطعام او في الخلاط،
وبعدين بندخله على الفرن بتاعنا وبقى الفانا وشفاليه. طب خلينا وللناس اللي هي ماشيه صحيين، خلينا نطلع المولد. خلينا نطلع نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. يلا بينا رنا، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني مع فقرة جميلة جدا. ايه رأيك؟ اه حلو. ايه رأيك؟ حلو بصراحة. ايه رأيكم؟ انا عايزاكم تجربوها وتبعتوا لنا رأيكم على صفحة البرنامج، برنامج كلام الصباح، هنستنى الرأي بتاعكم النهاردة. طيب واللي بياكل برضو سمسمية وحلويات مولد يبعت لها هي، يبعت لي انا، ما يبعتليش انا. يعني انا هستناكم تبعتولي، بس انا متأكدة ان كل الشعب المصري بياكل حلاوه المولد. انا متاكده اكيد مش هيعمل الكوكيز ده، او في ناس بتعمله يعني الناس اللي هي صحيه، لكن انا واحده من الناس لا، انا هاكل حلاوه المولد. ليه كده؟ معلش مش هينفع. طيب احنا نجرب ده ونجرب ونجرب ده، بس انا شايفه ان ده يعني حاجه صحيه اكتر، مش هتعلي من مستويات الانسولين في الدم، مش هنحس ان احنا عايزين ناكل، مش هتزود وزننا، حاجه حلوه وفي نفس الوقت صحيه، تدينا طاقه وباور. مش هتزود وزننا كتير، بس طبعا مش هناكل منها كتير، هي قطعه واحده او قطعتين في اليوم كله يعني. طب رنا ممكن مثلا ناكل الحاجات بتاعت حلاوه المولد ونلعب رياضه ونحرق ولا نعمل ايه؟ هي في مشكله بيقع منها كتير قوي، ان احنا بناكل كتير وبنقول ده احنا ممكن بقى نمشي عشان نحرق. الكلام ده ما هو صح، لان في اكلات بتبقى سعراتها كبيره جدا جدا مهما نتحرك برضو. طيب يعني خلينا بقى بمناسبه الكلام الجميل ده، احنا معانا النهارده مدرب جميل جدا وشهرته مرعب، التيك توك، المهندس والكابتن العظيم مصطفى حكيم، هيكون معانا حالا دلوقتي. ونطلع فاصل. نطلع فاصل، وبعد الفاصل معانا كابتن مصطفى حكيم.